فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: صلى بنا إمام ونسي السجدة الثانية في الركعة الأخيرة، فنبهه أحد المصلين فلم يفهم ما يقصد، فأتم وتشهد وسلم، ثم أخبر بالنقص بعد سلامه فعاد وسجد السجدة المتبقية ثم سلم، هل فعله هذا صحيح؟ نعم، يعود ويعودون معه ويأتون بالسجدة ويأتون بالتشهد، ثم بالتشهد بعدها بعد السجدة، ثم يسلمون، ما هو يسجد ويسلم على طول، باقي من التشهد بعده، إن التشهد الأول في غير محله خطأ. نعم، فيأتي بما تركه ويأتي بما بعده من الصلاة. نعم.